هل جلوس النساء لقراءة القرآن والدعاء إلى الشروق في البيت تدخل نفس الأجر الرجل؟ طيب وما هو أجر الرجل؟ ما هو أجر الرجل؟ المرأة إذا جلست في بيتها وصلت وجلست إلى أن تشرق الشمس تذكر الله تبارك لها أجر عظيم جدا، والرجل كذلك له أجر عظيم، ما في تميز للرجل على المرأة في هذا أبدا. جاء في الحديث أنه من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تبارك كانت له عمرة كأجر عمرة معي، لا يثبت كأجر عمرة معي، وكذلك صلاة الركعتين أيضا لا تثبت. فالحديث فيه كلام، لكن المهم أن العمل عمل صالح وخير عظيم عملته المرأة وعمله الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع من المسجد يوما ورأى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين، رآها النبي صلى الله عليه وسلم على حالها منذ خرج إلى أن رجع بعد الشروق وهي على حالها، قال أما زلت على ما كنت، يعني في جلستك تذكرين الله تبارك وتعالى؟ قالت نعم. فعلمها الدعاء صلى الله عليه وسلم. فلذلك المرأة ممكن أن تجلس إلى الشروق تذكر الله تبارك وتعالى، ولها في هذا الأجر العظيم.